دي برضو اعرف من حضرتك سرعة قصوى صفر، يعني الاسم نفسه مجرد الاسم يشد. واحنا موجودين النهارده، ويمكن احنا زي ما انتم متابعين اهو الكتاب معانا، لو تكلمنا عن هذه الرواية يا فندم، يعني كمان احداث حقيقية مستوحاة من احداث حقيقية. الرواية مستوحاة من احداث حقيقية، وبتتكلم في فترة من بداية الثلاثينات مع الاذاعات الاهلية والاذاعة الحكومية اللي هي المشهورة بتاعتنا، اللي صدرت او يعني بدأت او انطلقت شرارتها الاولى في 34. انما قبل كده ما كان في اذاعات اهليه زي بقى الفيسبوك وزي الحاجات دي كلها، بس كانت الناس بتستعمل الراديو في بيتها وبتستعمل محطات تسجيل في بيتها لغايه ما اتمنعت. الروايه بتحكي فتره لغايه سنه 67، بتحكي كمان صعود جماعه الاخوان المسلمين والارهاب اللي اتعمل في فتره الاربعينات، وده ناس كتير قوي مش عارفاه. الناس فاهمه ان الاخوان ارهابيين في 2013، لا، الإخوان الإرهابيين من زمان، من النشأة ومن بداية التمويل اللي خدوه ومن بداية الأحداث اللي عملوها دامية في مصر. ف يعني أنا بحاول يعني أسرد جانب من تاريخ مصر، حتة صغيرة كده 30 سنة، علشان تبين التحولات الاجتماعية الجامدة يعني. إنما السرعة قصوى صفر، مش عايز أحرق العنوان بس. صحيح. طيب، يعني الحقيقة أنه روايات حضرتك كلها بيبقى فيها جانب او عوامل تميز تبقى مختلفه عن اي روايه اخرى او عن اي كتاب اخر. لو هنتكلم عن الكاتب الكبير اشرف العشماوي، شايف حضرتك اهم ما يميز كتاباتك، العامل دايما اللي بتحاول ما تخسروش، بلاش اهم ما يميز. اهم ما يميز بيبقى الناقد اكتر، القارئ اكتر. يعني العامل اللي ما بحاولش اخسره ان انا اعمل حاجتين، ان الدهشه، لازم ادهش القارئ، لازم ابقى متنوع. لو هقدم للقارئ حاجه متوقعه او حاجه هو أرى عنها قبل كده، مش هبقى مع حفقد حتة كبيرة. الرواية صحيح معتمدة على اللغة، لازم اللغة العربية تبقى حلوة وسلسة وكل حاجة، لكن هي مش زي الشعر. الشعر بيعتمد على اللغة فقط، أنا عندي حاجات تانية، عندي الحبكة، عندي المشهدية، عندي السرد، عندي السلاسة، عندي التجريب، عندي تفتيت الزمن، عندي الفلاش باك، عندي 100,000 حاجة أقدر ألعب بيها، تشريح حتى الشخصية بالزبط. أعتقد يعني بالضبط، الغوص في أعماق الشخصيات والناحية النفسية، فدي حلوة. فلازم أدهش القارئ ولازم أجذبه طول الوقت لحاجة جديدة. لو ما قدرتش أعمل ده هتوقف، ده حقيقي يعني. طيب، حضرتك برضو بتميل لأدب الجريمة شوية. طيب، بستعمل الجريمة في كل رواياتي، بس بستعملها هامشية، بستعملها نقطة انطلاق، بستعملها نقطة تشويق، بستعملها لأن أنا أكمل بيها الحبكة، بستعملها في مراحل اللي هي عشان ما يحصلش ترهل في السرد والقارئ ما يملش، فبستخدمها في النص علشان أفضل جذب القارئ من إيده طول الوقت. فأنا بستعملها يعني بخبص شوية، لكن مش بكتب أدب جريمة، لكن مش بكتب أدب جريمة صريح يعني. بالظبط. يعني حضرتك بتمزجها في الكتاب، أو يمكن بتحاول تستخدمها بشكل أو بآخر. مزبوط. طيب، بالنسبة للكتاب الشباب، حضرتك شايف أنه الكتاب الشباب دلوقتي اللي موجودين، سماتهم أو يمكن خلينا نقول العوامل اللي بيعتمدوا عليها، شايف أن هي كفيلة أنها تخليهم مستمرين؟ يعني تضمن الاستمرارية؟ احنا عندنا كتاب كتير قوي، لكن في منهم من الكتاب الشباب افضل مني وافضل من جيلي واحسن بكتير، وده حقيقي والله مش تواضع، لان انا لما بقرا لهم لا بحس ان هم قادرين يوصلوا لاعمار انا مش قادر اوصل لها. عندهم افكار اجدد من افكاري، ده اكيد. برضو الكاتب بيبقى اسير ثقافته واسير البيئه طبعاً. بتاعته، مهما حاول يطلع على حاجات اخرى، لكن في حاجات بتجذبه، هي الاساسيات اللي هي دفعته للكتابه من البدايه. أكيد. الحاجات اللي شغلايا هم مختلفين عني، هم يعني متطورين اكتر، فقادرين يوصلوا للناس اكتر. في منهم موهوبين بيكتبوا حلو قوي، مين عادل جيد، نهى داوود في ادب الجريمه، لو كنا بنتكلم ان مين عادل جيد بيكتب روايه اجتماعيه بديعه. ففي لا، في ناس موهوبه طبعا في الجيل الجديد، هند جعفر تكتب قصص قصيره بديعه، ودي كلهم شباب. صحيح. كلهم شباب 30 سنه و31 سنه، فطبعا دول بالنسبه لي لا حاجه واعده، ففي امل طبعا. ضيف شرف المعرض عفوا هي النرويج. مظبوط. فكره وجود ثقافات مختلفه وترجمه الادب المصري للغات اخرى، وترجمه ثقافات او كتب وروايات من لغات متعدده وخلفيات متعدده للادب المصري، شايف ده قد ايه بيثري الثقافه المصريه بشكل عام؟ شايف ده هو الجسر اللي احنا بنعدي بيه للاخر، او الاخر بيجي لنا منه. الترجمه جسر، بالنسبه لي جسر مهم جدا. النرويج انا في ظني يعني ان
اغلب اللي موجودين في المعرض ما سمعوش كانوا عن الادب النرويجي. صحيح. غير لما فوسه كسب جائزه نوبل، انا ما كنتش قريت له قبل كده، ما كنتش سمعت بيه. اللغه النرويجيه صعبه، مش من اللغات السهله اللي الواحد يقراها، فطبعا احنا محتاجين ترجمه للغه العربيه. موجوده ترجمات من دار العربي، عملت ترجمات او دار الكرمة، الاثنين دول عملوا ترجمات لفوسة تحديدا والغيره، منهم لير هورست، وانا هناقشه النهارده يعني بمناسبه المعرض. فده مهم ان احنا نتعرف على الادب بتاعهم. انا شايف ان الكتابات بتاعتهم مختلفه حلوه، في نوع يعني او مجتمع جديد لازم ننفتح عنه. احنا ما نعرفش حاجه عن الدول يعني اسكندنافية جدا، يعني كل الاسكندنافيين دول ما نعرفش عنهم حاجه. صحيح. وبعدين في ظننا ان دي دول يعني الرفاهيه عاليه فيها قوي، وان ما فيش جريمه، وان ما فيش فقر، وان ما لا في، والادب بتاعهم بيعكس ده وبيعكس جوانب مظلمه من عندهم، وده حلو ان احنا نشوف. فلا يعني فوجود ضيف شرف مختلف كل مره عن ثقافتنا ده اعتقد بيضيف لينا كتير قوي. اكيد. طب بالنسبه للندوات والفعاليات الثقافيه اللي بتقام على هامش المعرض، شايف قد ايه بتفرق، او قد ايه لاي مدى بتساهم حتى في انه الرواد رواد المعرض يعرفوا اكتر، يفهموا اكتر، يكتشفوا حتى نفسهم اكتر؟ هي كل الندوات في اي معرض في الدنيا هي نبض المعرض، هي مهمه جدا، لان من غيرها المعرض هيبقى ميت. لان انا مهما يعني عندي طاقه او سني صغير واقدر الف في المعرض، هلف بعد ساعتين هتعب. فيا اما هروح الحته بتاعه الاكل والشرب، يا اما لازم اروح المكان اللي هو اسمع فيه بقى، اشوف الكتاب، اسمع حاجه جديده، كل ده مختلف. التحفظ الوحيد او الاعتراض الوحيد او الانتقاد الوحيد اللي عندي ان ندوات مهمه جدا بتتعمل في توقيت واحد، فدي كانت عايزه تنسيق اكتر. لكن احنا 100 مليون وعندنا، والمعرض بتاعنا الاكبر والاعظم، فيمكن ده السبب ان هم ضغطوا ندوات كتيره. لكن لو كانت يعني على مدار اليوم اتوزعت، احنا من الصبح بنفتح 10 لغايه 7 8 بالليل، كان ممكن تبقى افضل شويه. كل واحد بيختار التوقيت يمكن المناسب له فبيحصل كده، لكن احنا كنا محتاجين شويه تنظيم للاستفاده الاكبر. طبعا للاستفاده الاكبر للجمهور. بالظبط. طب احنا واقفين دلوقتي ما بين كتب حضرتك عده اسطرات. مظبوط. هسالك سؤال. لا اتفضلي. ايه اقربهم لقلبك؟ اقربهم لقلبي دايما الروايه اللي بكتبها اللي ما صدرتش، هي اللي ببقى متعايش معاها. والله انا بكلمك بصراحه. طيب معنى كده ان لسه في حاجه اقرب لقلبك حضرتك بتكتبها؟ طبعا. مش عايز تغششت حاجه؟ صعب، بتبقى عامله زي الاسرار العسكريه كده. يعني اصل هي انا قلت لك في البدايه، انت لما سالتيني قلت لي بتبقى حريص على ايه؟ قلت لك حريص على الدهشه. لو انا غششتك دلوقتي الدهشه بتقل، بتروح. هنحاول نعتبر ان المفاجاه ان حضرتك بتكتب حاجه جديده. يعني هي دي مفاجاه. بكتب حاجه جديده، فطول ما انا بكتب الشخصيات والاحداث والحاجه هي بتبقى الاقرب ليا. اللي طلعت خلاص، ما هي راحت يعني، الدفقه خلصت. طب هتنصح حد ان هو لسه بيبدا قرايه يبدا بايه من الكتب؟ يقرا لي انا. انا لما احب اقرا الكاتب احب اقرا له بالترتيب، يعني احب اقرا له من العمل الاول وطالع، ما احبش اقرا من الاخر، هو لان الاخر ده هو البيك بتاعه، فبيبقى ده الاعلى طبعاً. وده النضوج. فلو هقرا له اخر روايه وحاجه اللي بعدها هحس انه نزل. صح. فطول ما هو بينزل مش هكمل، لكن لو انا بطلع معاه هيبقى احلى يعني، واتعرف على مشواره يعني. ويعني كل كاتب بيبقى ليه عنده خط كده ماشي مع طبعًا. كل الروايات على فكره طبعًا. حتى هتلاقيه في نجيب محفوظ، في خيري شلبي، في كمال غيطاني، كلهم. اخيرا الحقيقه وانا واقفه مع حضرتك هنا في اقبال كبير جدا، فاكيد تلقيت ردود افعال. أنا بحب القراء بتوعي وما بجيش المعرض كتير، فده سبب الزحمة مش عشان حاجة تانية يعني، فهو بس صدفة. إنما أنا بحب قرائي جدا والله، يعني في ناس كتيرة منهم بعرفهم بالاسم، بعرفهم بالوش بالشكل يعني. لا هو واضح الحقيقة يا فندم، حقيقة بس هو ده السبب يعني. وأنا سعيدة طبعا بوجودك معنا في يحكى. أنا اتشرفت. شرف لينا أكيد، ودايما من نجاح لنجاح. ويعني ألف مبروك على مشاركة حضرتك في المعرض، وإن شاء الله كل دورة تكون مشاركة أقوى وأنجح وأكبر. مرسي. متشكر جدا. مرسي لحضرتك. أشكرك. مرسي.